الماسورة الكهربية، كثيرا ما نسمع ان جهاز 1000 واط وجهاز اخر 2000 واط، فكلمة القدرة هنا او الواط نقصد بها القدرة باور، بناخد الحرف الاولاني منها كده باور. القدرة تقاس بايه؟ بالشغل المبذول خلال 1 ثانية، بالشغل المبذول خلال 1 ثانية، أو الطاقة الناتجة خلال 1 ثانية. يعني مثلا لو جينا نطلع التعريف بهذا الشكل، القدرة هي الطاقة الناتجة خلال 1 ثانية، خلال 1 ثانية من الجهاز. طيب يعني مثلا نقول مثلا جهاز مكتوب عليه، جهاز مكتوب عليه، لو جينا نقول بهذا الشكل جهاز مكتوب عليه وانت راح تشتريه مثلا 1000 واط، شرطة كده 200 فولت. طبعا سؤال زي ده بنوضح الامور فيه ازاي. واط دي وحدة قياس القدرة، فده يقصد به ان الجهاز ده هوت، ان الجهاز ده قدرته 1000 واط. يعني ايه قدرته 1000 واط؟ يعني بيعطينا طاقة او شغل مقداره، لو كان دي 1000 واط يبقى لازم الشغل هيبقى 1000 جول، أو الطاقة 1000 جول. إذا لما نيجي الإجابة هذا السؤال، أي أن الشغل الناتج أو الطاقة خلال 1 ثانية بتساوي 1000 جول. أي أن الطاقة الناتجة، الطاقة الناتجة من هذا الجهاز 1000 جول كل 1 ثانية، كل 1 ثانية. أو نقول أي أن الشغل الناتج خلال 1 ثانية بيساوي 1000 جول، يبقى 1000 يعود، يبقى البسط القدرة 1000 واط، لازم الشغل 1000 واط لما يكون الزمن 1 ثانية. طيب تعال نشوف فولت. الفولت وحدة قياس ايه؟ فرق جهد. إذا أن احنا عارفين فرق الجهد هو الشغل، هو الشغل المبذول لنقل كمية الكهربية، أي أن الشغل المبذول، الشغل المبذول لنقل كمية كهربية، لنقل كمية كهربية مقدارها 1 كولوم، يساوي 1200 جول، لأن احنا عارفين ديت امتى تكون 200 فولت، لما يكون الشغل 200 جول، يبقى نقول 200، والميتين دي تعود على الشغل. طيب لو جينا نربط بقى، نستنتج القوانين التلاتة من بعض، هنقول احنا عارفين ان بي دبليو بتساوي الشغل خلال وحدة الزمن. طب ما احنا لو تذكروا في قانون اوم مثلث اللي احنا قلناه قبل كده، عبارة عن في بتساوي اي وهنا كيو، هنا ار، يبقى نقول فرق الجهد بيساوي شدة التيار في المقاومة. طب ما احنا عارفين فرق الجهد عبارة عن ايه؟ فرق الجهد عبارة عن الشغل المبذول هو الشغل المبذول لنقل كمية كهربية مقدارها كله. والتيار تعريفه قلنا التيار هو كمية الكهربية التي تمر خلال 1 ثانية. طيب تعال نعوض، لو شلنا الدبليو ديت بهذا الشكل حطينا مكانها في في كيو، يبقى الشكل الجديد يبقى بي دبليو، بي دبليو، يبقى هنشيل الدبليو اللي هو الشغل دهوت، وهنحط مكانه ايه؟ في في كيو، في في كيو. تاني يبقى هنشيل الدبليو ونحط مكانها حاصل ضرب الطرفين وسطين في في كيو، والتي ده هي زي ما هي تي،
طب ما دي هي بتفكرك بإيه؟ دي بتفكرك بإيه؟ بشدة التيار. يبقى نقدر نشيل ديت ونحط مكانها، يبقى بي دبليو، يبقى أول قانون بي دبليو بيساوي الفي زي ما هي في هيت، الفي زي ما هي في، وشيلنا الكيو على التي وحطينا مكانها، يبقى ده قانون القدرة. يبقى القانون التاني القدرة، القانون الأولاني، القانون التاني. وبالمثل أيضا هنيجي نعمل ايه؟ هنشيل الفي ده هيت، لو شيلنا الفي دي كده وحطينا مكانها دي كده في، هنشيل الفي ونحط مكانها اي فار، يبقى البي دبليو هتساوي، هنخلي الاي زي ما هي ار، الاي دي هنخليها ار، ونشيل الفي ونحط مكانها اي في ايه؟ في ار، فالاي في اي بقت اي تربيع ار. ده القانون الثالث بالشكل ده كده. طب لو عملنا، لو قلنا بي دبليو المره دي هنشيل مين؟ هنشيل الاي، هنشيل الاي ديت ونحط مكانها ايه؟ في على ار، فالفي في الفي هتبقى في تربيع على ار. اذا عندنا دلوقتي ثلاث قوانين، اربع قوانين، وات دبليو على تي، ممكن هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع. ممكن نطلع من هنا خمس وحدات قياس. القدرة بالواط نسبة لعالم واط، أو ممكن نقول جول على جول على الثانية، يبقى نقدر نقول واط دبليو نسبة لعالم واط تكافئ واط أو تكافئ جول على الثانية، جول على الثانية، نشتغل بالجول، جول على الثانية. أو ممكن تكافئ فولت في أمبير، أمبير في فولت، تكافئ أمبير في فولت أو فولت في أمبير، أو تكافئ أمبير تربيع في أوم، أمبير تربيع في أوم، أمبير واحد القياس لتر أمبير والمقاومة أوم، أو تكافئ ديت فولت ودي الفرق الجهد بالفولت والمقاومة بالأوم، فممكن نقول فولت تربيع على أوم أو أوم سالب واحد. إذا لما نيجي نبص بقى تاني نلخص سريعا، القدرة هي الشغل المبذول خلال واحد ثانية أو الطاقة الناتجة خلال ثانية. طيب إيه معنى قولنا إن جهاز مكتوب عليه 1000 واط 200 فولت؟ أي أن الشغل، يبقى عندما متى تكون القدرة 1000 واط؟ لما يكون الشغل الناتج 1000 جول. فنقول هوش، أي أن الشغل المبذول خلال ثانية بيساوي 1000 جول، أي أن الشغل المبذول خلال ثانية 1000 جول. طيب لما نيجي نقول مكتوب على الجهاز 200 فولت، يعني دي معناها أن فرق الجهد 200 فولت، فنكتب القانون بتاع فرق الجهد هو الشغل المبذول خلال لنقل كمية كهرباء مجرى كولوم بين نقطتين. فمتى يكون فرق الجهد يساوي الشغل؟ إذا كان فرق الجهد 200 فولت يبقى الشغل 200 جول، يبقى نقول هو الشغل المبذول، أي أن الشغل المبذول لنقل كمية كهرباء مجرى كولوم بين نقطتين بيساوي 200 جول. لو جينا عوضنا، احنا عارفين أن فرق الجهد هو الشغل المبذول، لما نيجي نشيل الفي ده دبليو ونحط مكانها في في كيو، دبليو دي في في كيو، طب ما كيو على تي اسمها ايه؟ شدة التيار. يبقى اول قانون اهوت ان البي دبليو بيساوي الفي في اي، ولو جينا عوضنا مرة بالفي نحصل على ده، مرة عوضنا بالاي من مثلث اوم نحصل على، وبالتالي نقدر نطلع خمس وحدات متكافئة للقدرة. خمس وحدات دولت اللي هي فولت تربيع على أوم من هنا بالشكل ده. هناخد مثال بسيط
ازاي نحسب القدرة المستهلكة في كل مقاومة؟ طبعا احنا ذكرنا القوانين الثلاثة، قوانين او الاربعة. احنا قلنا القدرة، لو جينا نحسب قانون القدرة قلنا هنا بي دبليو بتساوي اي في في، بي دبليو بتساوي اي تربيع في ار، بي دبليو بيساوي في تربيع على ار. التلات قوانين ده هما لازم يكونوا في ذهننا عشان نقدر على حسب معطيات المسألة نقدر نحل. تعال نشوف هنا، نقدر نستخدم القدرة في دي لو عرفنا الاي الاي في في، او نجيب الجهد هنا ونقسمه على قيمة المقاومة لان الجهد ثابت. طيب تعال نجيب التيار، احنا لو جبنا التيار بتاع كل مقاومة خلاص نجيب التيار ونضربه في المقاومة، او نجيب اي تربيع ونضربه في الار وانتهت المشكلة القدرة. يبقى مشكلتنا دلوقتي ان احنا نجيب التيار في كل ايه، التيار في كل مقاومة، وده امرها سهل خالص وبسيط. عشان نجيب التيار في كل مقاومة بنجيب التيار الكلي. التيار الكلي بيساوي ايه؟ التيار الكلي بيساوي ايه؟ التيار الكلي بيساوي الجهد الكلي على المقاومة الكلية. طب ما هو الجهد الكلي عندنا كام؟ الجهد الكلي عندنا 12، يبقى ده 12 فولت. طب ار الكلية، بس زي ما قلنا بكده، بما ان دي توازي يبقى نقول حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، هيطلع الناتج 20 اوم. العشرين اوم هيعتبروا توالي مع العشرين، يبقى كام كده؟ 40. يبقى ار الكلية 40، يبقى ار الكلية هنا كام؟ 40. نقدر نجيب بقى التيار الكلي حتى معاك على حسبة، او ممكن تقول هنا على 4 × 10، 4 × 3 يبقى 3 من 10 امبير. يبقى لو جينا بهذا الشكل يبقى التيار بيساوي 3 من 10 امبير. جبنا التيار، طبعا انت عارفين ان اتجاه التيار اصطلاح اهوت، التيار كله هيمر في المقاومة الاولى، يبقى كأن هنا الار ب20 والاي ب3 من 10. خلاص نقدر نجيب قدرة القدرة المستهلكة في المقاومة الايه، المقاومة الاولى اللي هي 20 اوم. هنقول البي دبليو بيساوي اي تربيع في ار. خلاص الاي كلية، الاي الكلية اللي هتمر فيها اللي هي 3 من 10 تربيع في المقاومة 20، ويطلع الناتج بالواط بالشكل ده. تعال نشوف بقى مين القدرة المستهلكة في المقاومة دي والمقاومة دي. احنا قلنا دي 3 من 10 امبير. 3 من 10 امبير بما ان دي نفس القاعدة اللي قلناها قبل كده، بان المقاومة هنا ضعف المقاومة هنا، يبقى يجب التيار اللي هيمر هنا ضعف التيار، وهم 3 من 10. يعني معناها لو قلنا هنا 2 من 10 هيبقى هنا 1 من 10. خلاص يبقى اتحلت المشكلة. نقدر نجيب قدرة الفرع العلوي. قدرة الفرع العلوي هيساوي اللي هو العلوي نقصد بقى كده اي تربيع في ار برضو. طب ما احنا جبنا التيار العلوي، التيار اللي في الفرع العلوي طلعناه كام؟ 1 من 10. يبقى نقدر نقول 1 من 10 تربيع في مقاومة الفرع العلوي اللي هي كام؟ 60 بالشكل ده، 60، ويطلع الناتج بالواط بالآلة الحاسبة. وبالمثل الفرع هو الفرع السفلي، قدرة الفرع السفلي يبقى بي دبليو بتساوي اي تربيع في ار. اذن بقدرة السفلي المستهلكة بتساوي الفرع السفلي كام هنا؟ السفلي 2 من 10 ومقاومته 30. يبقى نقول التيار بتاعه 2 من 10 تربيع في قيمة المقاومة الفرع السفلي كام؟ الفرع السفلي 30، في 30 اوم، يطلع الناتج بالآلة الحاسبة بالواط بالشكل ده. في المثال ده بنلاحظ
عند غلق الدائرة تزيد القدرة للضعف. يعني الدائرة دي مفتوحة عند غلقها بهذا الشكل، عند غلق الدائرة تزيد القدرة المستهلكة للضعف. احسب قيمة R. يبقى في الحالة دي، في الحالة دي القدرة هنا بي دبليو، لكن لما نقفل الدائرة هتبقى القدرة أداة كم مرة؟ مرتين بي دبليو. طيب والدائرة مفتوحة احنا عارفينها، ممكن نقول اي تربيع، ممكن تستخدم اي قانون يمشي فيه، وليكن اي تربيع في ار في الحالة دي هتساوي اي تربيع في ار في الحالة دي. نيجي بعد كده نعوض، بما ان التيار هو نفس التيار، لان التيار اللي طالع من في الدائرة للمجموعة هو نفسه. تعال نشوف المقاومة الأولى. المقاومة الأولى الدائرة دي مفتوحة، معناها إن دي مهملة لا يمر فيها تيار، كأنها مش موجودة. يبقى نقدر نقول، نقدر نقول المقاومة الكلية للدائرة عبارة عن إيه؟ الآر زائد 30 على التوالي. يبقى نشيل دي ونحط منها 30 زائد آر، 30 زائد آر. أما الدائرة دهيت عند غلق هذه الدائرة فأصبح دول توازي، حاصل ضربهما على حاصل جمعهما يطلع الناتج 10. نقول هنا 15 في 30 على 45، مجموعهم 45 يطلع الناتج 10. يبقى كأن دي 10، المقاومة دي 10، المقاومة الكلية بقت 10 زائد R. قلنا 10 زائد R ليه؟ لأن دول أصبحوا دول مع بعض 10 ومع دي توالي، يبقى التوالي جمع على طول. تعال نشوف بقى ده، طبعا ده لسه ضرب كام؟ ضرب الاتنين دي. هنفك الأقواس، تعال نفك الأقواس كده. يبقى هنا 20 ضرب توزع زائد 2 R هتساوي 30 زائد ال R. نخلي ال R في طرف، ده بالموجب نعدينا بالسالب، يبقى الار ده هي تعدي هنا اصبح هنا ار واحده بس، والتلاتين بالموجب نعدها جذر السالب 10، يبقى قيمه المقاومه المجهوله 10 او. في هذا المثال بيقول فيه اوجد النسبة بين القدرة المستهلكة من المصدر في حالة الوضع واحد والوضع اتنين، علما بأن المقاومة تساوي. يعني القدرة المستهلكة، عايزين نسبة، يعني مرة نقفل المفتاح مع الوضع الأولاني يعني دول على التوازي، ومرة نقفله مع الوضع التاني. تعال نشوف الرسمة كده الجديدة. في حالة الوضع الأولاني اللي هو نوصل دي بدي كده، ده الوضع الأولاني، يبقى معنى ذلك إن هذه المقاومة ملغية تماما. فإحنا بنجيب القدرة في الوضع الأولاني اللي هو في الحالة دي، القدرة دي R ودي R ودي R، لأنها مقاومة متساوية. يبقى إن لو قلنا القدرة في الوضع هنا، القدرة بتساوي V تربيع على R. ال R هنا بكام؟ إذن ال B بتساوي B W بتساوي V تربيع على R. ال R هنا بكام؟ اتنين على التوازي ومتشابهين لأحد المقاومات على عدده، فنقول R على اتنين. يبقى دي المقام هنا R على اتنين. وبالمثل في الوضع التاني بنوصل، بنوصل ما بين هنا، وكأن أصبحت الدائرة عبارة عن R ودول كده 2 R على التوالي، R و R. يبقى المقاومة الكلية نقدر نقول عبارة عن إيه؟ R كلية عبارة عن مقاومتين، المقاومة العلوية دي R والمقاومة اللي تحت اللي هي ده هي 2 R، ونطبق القانون اللي هو حاصل ضربهما على حاصل جمعهم. إذن R بتساوي
حاصل ضربهما r في 2r على مجموعهم r و2r يبقى 3r. ال r مع ال r إذن أصبحت r في الحالة التانية هتساوي 2r على 3. طيب احنا عايزين النسبة بين ال b هنا وال b هنا، فلو قلنا b1 في الوضع الأولاني، b1 في الوضع الأولاني على b2 بدبليو طبعا هتساوي، بما ان العلاقه بين المقاومه والقدره عكسيه، فاذا لو قلنا بي دبليو 1 على بي دبليو 2 هتساوي ار 2 في الحاله الثانيه على ار في الحاله الاولى. اذا لو قلنا بي دبليو 1 على بي دبليو 2 تساوي ار في الحاله الثانيه كام؟ 2 ار على 3. ار في الحاله الاولى كام؟ ار على 2، وده قسمه ار على 2. انتوا عارفين دايما بنحول الاسم لضرب ونقلب، يبقى ار على 2 يبقى نحول من اسم لضرب. اذا لو قلنا جينا نقول بقى بي دبليو 1 على بي دبليو 2 هتساوي الاولانيه 2 ار على 3، هنحول دي من اسم لضرب تبقى ضرب 2 على ار، الار راحت مع الار، اذا النسبه هتساوي بي دبليو 1 على بي دبليو 2 هتساوي 2 في 2 ب 4 و 3، يبقى النسبه بينهم بنسبه 4 الى 3.